مرحبا بكم في كيدز دريم، وان شاء الله رمضانكم مبروك. اليوم احنا في النصر ولاية ريانا وماشيين نشوفوا محمد رضا حندوس 14 سنة يتيم لابو لام وعنده كانسير دو سون ربي يشفيه. الحلمة متاع محمد رضا باش يقابل جواريت ليسبيرانس. خليونا نمشيو نشوفوه في الكوتيديا متاعو ونقابلوا عائلته. ايا معايا. متاعي يعني فقت بها عمني ولا كيكة، يعني بدي يطلعوا لي بلايص زرق في بدني وبديت نتعب ونفشل. محمد رضا هو طفل، أمه وبوه متوفين. أمه توفيت وقت اللي توفيت عمره عامين ونص، بوه إلى لاج دو 4 ans et demi. شنو اللي خليك تحارب المرض متاعك؟ غرامي بالترجي هو اللي خليني نتحدى مرضي وكل شيء، ويعني الترجي تجري في عروق، يعني ما نجمش، يعني نحبها على الأخر. حتى في السبيطار كي تبدا الماتش يلعب ولا لازم تتصب الانترنت باش هو يتفرج فيها اون ديريكت، معناتها على الانترنت. مغروم على الاخر، هاكم ترى ماني ياسر، ماني ديما امنيته يحب يشوف لي جوار، يشوفهم يقعد معاهم. ترجي يعني بدي غرامي من عزيزي أمي بابا، يعني الله يرحمهم. في كيدز دريم محمد رضا بدي يحقق في حلمته. مشينا معاه للتراجيستور بوتيك ليسبيرانس باش يختار دي تونو يعجبوه ويعبروا على غرامه بالترجي. والحاجة اللي فرحته أكثر إنه قابل جارديان معز بن شريفية اللي تفاعل معاه وحس بحبه للجمعية. هذه مش حتى هذه مش من المعز، هذه بتاع الاسبيرانس، الولاد الكل باسم الولاد الكل. كادو احسن كادو في سيزون باهيه، وقدرت ربي ان شاء الله نفرحوك ونفرحوا الناس الكل. كما تشوفوا احنا في البارك بي وبدينا في تحقيق حلم محمد رضا. كيدز دريم اليوم هزت محمد رضا باش يقابل جواريت ليسبيرانس. حاجه كبيره تمناها محمد رضا من كل قلبه. حلم تحياته تحققت في كيدز دريم. اليوم وصل قابل لاعبين الترجي الرياضي التونسي الكل وكامل الطاقم اللي يعمل في ليسبيرانس. فرح برشا رغم انه المرض خليه ضعيف، رضا واجه تعب الواقع وعاش فرحة الحلم. كنا معاه وهذه اقل حاجة نجمو نعملوها له. اليوم اللي parmi nous باش يعيش شوية فرحة، شوية الأجواء متاع ليكيب اللي يحبها. إن شاء الله باش نقفوا معاه بكل شيء، مورالمون وحتى ماديا إن شاء الله نعاونوه. إن شاء الله محمد إذا ربي معاه وربي يشفيه، وكنا معاه وإن شاء الله معناه يرجعنا لبس عليه، وإن شاء الله باش نفرحوا بالشامبيونزيل. محمد رضا حندوس حاب يعدي مساج يشكر فيه الترجي الرياضي التونسي ويوصل انه الحلم اللي عاشها اليوم باش تخليه يقدم ويتحدى المرض. فرحت مش نورمال، حاجه تفرح على الاخر بالرسمي، يعني كانت امنيه حياتي وتحققت الحمد لله. المرض هذا يعني تو نجم نتحديه على الاخر، وبالرسمي يعني نجم نفوت كل شيء، اما تو يعني ما ترانيش هكايا، يعني تعب وكل مدوي، يعني من خاطر مزيد كي روحت من السبيطار يعني نجمش نعبر على فرحتي بالكدا، باش يخليني نزيد نتحدى مرضي قدرة ربي تنتغلب عليه. سيربريز يا سيربريز بالرسمي. محمد رضا عجبتك سوربريز؟ على الاخر والله نشكرك على الاخر. انا كنت صغيرة بالرسم، يعني لقيت عمتي كهوا وما كريت جواريت، يعني فرحت مش ندوغ. نشكركم معنا على الميسيون هذايا وعلى الانيسياتيف، حاجه باهيه برشا، سورتو طفل معنا رضا فرحني برشا وظاهر بناني معنا فرحان على الاخر. بورتون معناها تعب اليوم نهار كامل معنا في البارك، مي استنينا الاخر وجينا بعد شقنا الفتر جينا طالين عليه وعدينا معاه وقت حلو.
كنتوا مع كيس دريم، ان شاء الله عجبتكم وتقابلوا مره جايه مع حلمه اخرى. وتوا وقيت باش نمشيو بحضر لطفي على البلاتو. ايا معايا محمد رضا.